السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسيكم وسهلا بكم أحبتي. هذا أخوكم ماجد من قناة ألعاب ماجد. في الحقيقة أود أن أقول إحنا ما مقصرين شوية بألعاب الأندرويد، بس صدقوني أنا يعني نفر واحد ألعب بلاي ستيشن 4 وألعب بي سي وساعات ألعب نتندو سويتش، يعني صعب علي ألبي كل الأذواق والآراء، بس أحاول قد ما أقدر يعني أوفق بين الألعاب شوي منها وشوي منها. اليوم راح نكمل لعبة الأبكاز، راح نروح ما بعد فرنسا. ما بعد فرنسا جاي نتأخر عليكم شوية، بس على مود نسوي أبجريد ألعاب أندرويد. تدرون إذا ما تسوي أبجريد ما تمشي بيها. فنروح نتوكل على الله ونبدأ اللعبة على بركة الله. هذا ديلي بونص، انطاني سبيشال بونص. خلينا نشوف ابو جريد عندنا، نسوي ابو جريد شوي حتى تكون. انا شايفين مطورها كلها ماكس، كلها ماكس. يطور بس اللي تلعب بيهم يعني. هذا ما العب فيه ولا هذا. ليزر كات، تيتان كات، كاناتور، بطل سون كريت ريتشارج ثاني. لا هاي ما اريدها. رينج انكريز كات كانون اتاك رينج اريدها. خلي يدمرهم المدفع احسن. صار ماكس ديكريز كات كانون ريتشارج تايم، اي هاي اريدها. هي قلل المدة مال شحن المدفع، المدفع يساعدنا. انكريز ذا وركر كات سفنشنسي انكريز ريت اوف انكمينج طبعا. يزيد القطة القادمة، هذا كلش مهم طبعا. هنمكسه بعد ما ضل عندنا فلوس. نرجع نقول له ستارت. راح نروح ما بعد فرنسا الان. نتوكل على الله ونروح ونشوف. طلع لنا التمساح، طلع لنا طلعت لنا الفقمة، طلعوا لنا الارانب، كلها وحوش ضد القطط. نشوف اليوم شو راح يطلع لنا.
القطة الثانية ما راح ينفتحن طبعا، راح ياخذنا لنا. القطة الثانية انقفلت ما ادري ليش، شايفين هذا بس 160 ما جاي يفتحها. ليش انقفلت ما ادري طبعا. الوحوش هذا القطة ما تقدر عليهم كلهم. رجع الانتاج مع القطط ليفل 1. ليش رجع ليفل 1 ما ادري، راح نشوف. خروح شغله بالابجريد ولا شنو يعني؟ رجع الانتاج مع القطط 160 وما جاي تنفتح القطط الكبيرة. ما نعرف ليش يعني رجعها. طيب هروح نبدأ مرة ثانية. لا لا ما يفيدنا. طبعا راح اطلع. خليني اشوف الخلل وارجع لكم. الان سنذهب ما بعد فرنسا. طلع خروف شايفين الان الوحش خروف مال فرنسا، استطعنا نتغلب عليه. قفل على 320 لانتاج الكات، ما ماني عارف ليش يعني، من عندهم من اللعبة كان يقفل عندي على 450. نروح بعد فرنسا جيرماني. عيد اكس بي يقول باي اكس بي، ما اريد اشتري يعني اجباري. شنو مو اجباري؟ الوحوش الله الله الله، شوفوا يا كثر الوحوش اللي فيها المانيا. هاقول لا تاك
انتصرنا، شايفين حصرني بالانتاج مع الكارت 320، يعني انا كنت 450 لاني طورت المدفع يعني وزدت سرعته، فهو قلل مثل ما تقول قلل القوة مالتي. راح نروح الدنمارك، عندنا انرجي نلعب الدنمارك. شايفين 320، ما يعني ماكو شيء اكثر بعد، مع اني كنت 450. والله فيل يا جماعة، طلع لي فيل. انزين الفيل، الفيل شي ذبحة، شي كتلة الفيل، شي كتلة الفيل يا ابويا. اول مرة فيل طلع لي، شي كتلة الفيل يا فيل، شو قلت لك يا فيل؟ يعني والديك بالمدفع. يا جماعة شو قلت للفيل؟ فيل يعني مو والله ولا يموت هذا الفيل. شي كتلة الفيل. يا ابوي شو كتلة الفيل، اوف شايف شو سوى بخرطومة. خرطومة يصعد فوق وينزل. والله ولا يموت الفيل اليوم، للصبح ما يموت فيل. يلا يا قطتي، اريدكم الفيل تسوونه باكر اليوم. هو ذاب جاي يتقدم بعد تمساح وياه. والفيل بوحده كافي انه بتمساح وياه. شي كتلة يا الله الفيل، شي كتلة. للصبح ما يموت.
شلون قاعد نلعب للصبح؟ لازم اكتبه. لازم اقتل الفيل. بس يموت الفيل ينتهون دولة، ماكو شيء. والله عجيبة. فيل. حاطيكم فيل. هذا ايش قد قوته هذا الفيل؟ ولا يموت الفيل اليوم، ولا يموت. شي قلت لك يا الفيل، شي قلت لك؟ قام يتقدم علينا والله مع الأسف. شو اسوي؟ هذول طبعا ولا شيء، بس الفيل هو قويهم. رحنا واخذنا واخذنا، قام يتقدم علينا الفيل. إذا يحطونا قوة الفيل. يوم للصبح نلعب ولا يموت الفيل. مات مات يا الله، اخيرا مات الفيل. هسه ناخذهم بعد، هسه ما عندهم شيء. راح الفيل ما عندهم، هذول سهلين. شلون اخذناهم؟ قوتهم بالفيل، قوتهم بالفيل. راح الفيل، راحت قوتهم. قوتهم بالفيل، راح الفيل، راحت قوتهم. والله معركة صعبة. نكتب بهذا القدر حبايبي. شايفين الفيل طلع لنا؟ اقول وصلنا وين؟ وصلنا خلينا نشوف بس وين وصلنا. الدنمارك، وصلنا الدنمارك. وتعالي نكمل الدول الثانية بالحلقة الجاية. هذا اخوكم ماجد، في امان الله.